أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وعودة إلى مصر. إلى أين السياسة الخارجية لمصر؟ مصر ما بعد ثورة 25 من يناير في ضوء زيارات الرئيس الخارجية تحديدا الصين وإيران. أجدد الترحيب بضيوفي مرة أخرى، المهندس حاتم عزام عضو مجلس الشعب وأمين لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس سابقا. أهلا بك يا باشمهندس حاتم. وكذلك المهندس أسامة فريد عبد الخالق عضو لجنة التواصل، وهي التي تقوم بنوع من أنواع التواصل بين رجال الأعمال وبين مؤسسة الرئاسة. أهلا بك مهندس أسامة. أهلا. وأخيرا دكتورة نادية مصطفى أستاذة العلوم السياسية جامعة القاهرة. أهلا بك مرة أخرى دكتورة نادية. الحقيقة قبل أن نغلق ملف الحديث عن الصين وزيارة الرئيس للصين على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي، دعونا باختصار شديد نقول ما خرجنا به أو ما هو الجديد الذي أتى به الرئيس محمد مرسي وعاد إلى مصر من خلال زيارة الصين. أبدأ بك مهندس حاتم. أعتقد في كلمات مركزة، الرئيس مرسي يرسي سياسة خارجية مصرية منفتحة متوازنة، ويؤسس لعلاقات دولية غير منبطحة وغير تابعة تقوم على المصالح المشتركة ومصلحة الشعب المصري. نمرة واحد. نمرة اثنين، الاستثمارات اللي هي حوالي 5 مليار دولار، وهي استثمارات بالمناسبة صناعية وليست تجارية بمنطق التجارة، ستفتح المزيد من فرص العمل في الداخل. على فكرة أعطت الكريدت ريتنج بتاع مصر أو التصنيف الائتماني لمصر ارتفع بشكل واضح بعد قرض صندوق النقد الدولي، وعقب زيارة الصين زادت التصنيف الائتماني المصري لدى المؤسسات الدولية، وابتدى يثير شهوة الدول الأخرى زي الولايات المتحدة وأولند. دعا الرئيس النهارده للزيارة رئيس الفرنسي. أعتقد أن كل هذه الدول ستنفتح شهادتها المجيء والاستثمار في مصر، حتى في الآخر أحداث الثورة يا فندم إن لم تتحقق فرص استثمار توظف فيها العمالة، تحقق عدالة اجتماعية بتشريعات إن شاء الله في البرلمان تضمن عدالة توزيع الثروة بعد أن يصب فيها الاستثمارات وتوفر فرص العمل، هي دي أهداف الثورة. فأعتقد أن دي المؤشرات السياسية والاقتصادية. باشمهندس أسامة. أنا الحقيقة هقول بعض جوانب سقفها منخفض لدلالات وأهمية هذه الزيارة وما الذي أتت به. أهمها لأول مرة مجتمع رجال الأعمال يجد نفسه متواصل مع السادة الوزراء، متعاون معهم، منفتح، وهم منفتحين ومتعاونين معاه في تلاحم بين الوزارات وبين مجتمع الأعمال والمجتمع الأهلي ومؤسسة الرئاسة في منظومة جديدة من نوعها هتخلي كفاءة العملية الاقتصادية نفسها، لأن احنا في الآخر بنهدف إلى إيه؟ احنا بنهدف إلى تنمية مستدامة، بنهدف إلى تحقيق تنمية وليس نمو فقط، بنهدف إلى مع الصين على وجه الخصوص. الصين حجم استثماراتها في مصر مقارنة بدول كثيرة متواضع جدا، نص مليار. حجم التبادل بيننا وبين الصين حوالي 8 مليار، نصيبنا فيه مليار ونص دولار. احنا هذه الزيارة كانت يعني رسالة وتحفيز أيضا لرجال أعمال بقى المصريين في الداخل، احنا قلنا هذه الزيارة على مستوى السياسات الخارجية بتبعث رسالة للعالم كله بأن مصر متبنية كدولة رائدة ودولة قوية في المنطقة إحداث توازن في السياسة الخارجية. من ناحية الاقتصادية ومن ناحية الاستثمارات كانت هذه رسالة في غاية القوة لكل الدول أن مصر تخطو خطوات جدية نحو تحقيق تنمياتها، فمن يشارك أهلا به ومن يتخلف هو يعني سيكون هو الخاسر. عوائد زيارة مرسي إلى الصين دكتورة، ونبدأ بالشق السياسي. الحقيقة أنا في دلالة مهمة جدا طبعا مع كل اللي كان بيحصل وما زال بيحصل في سوريا. كان الحديث عن أن رئيس مرسي يتجه إلى الصين، والصين معروف مدى تأييدها للنظام الأسد، مثير لكثير من التساؤلات. هل ضحى أو هل يضحي رئيس مرسي بالثورة السورية أو مساندة الشعب السوري؟ فهنا إزاي هذه الزيارة تمت وخطابها ومحتواها، إنها قبل الذهاب إلى الصين كان هناك موقف مصري واضح من الأزمة السورية.
يعني دي نقطة. وكان في تدشين لمبادرة مصرية من الأزمة السورية في القمة الإسلامية. فهذا يعني أنه إذا كان لدي مع طرف مصلحة ما وفي نفس الوقت اللي هي طبعا مصلحة التعاون الاقتصادي وكل هذا، ولكن في نفس الوقت في مواقف مبدئية لا يمكن أن أتخلى عن ذكرها، وأنا مقدم على هذه الزيارة بهدف تحقيق مصالح، فلا بد أن أذكر هذه المبادئ. السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة ومع الرئيس مرسي المنتخب من الشعب وبمرجعيته وبخلفيته لا يجب أن تكون سياسة مصالح بين قوسين الضيقة فقط كما كان النظام السابق، ولكن سياسة تحقق مصالح ولكن لا تضحي بالمبادئ والقيم والالتزامات التي على مصر تجاه قضايا أخرى. فهذه المعضلة التي يجب أن نعيها في المرحلة القادمة من مصر، أن الوقوف مع المبادئ والقيم وقضايا معينة ممكن أن يتم دون التضحية تماما بأمر تاني. الحاجة التانية اللي أنا نفسي، النموذج التنمية الصيني له خصوصية، والصين فتحت بابها للاستثمارات الخارجية، ومعروف أنها نظام كان بالأساس شيوعي ثم غير من هذا، مش هدخل في هذا التفاصيل. سياسة الاستثمار الصينية تمت وفق استراتيجية. الصين لم تفتح أبوابها للاستثمار الأجنبي إلا باستراتيجية وطنية تعرف ماذا تريد، ثم تحولت الصين لتصبح ذات أكبر رصيد من الأموال المعدة للاستثمار في الخارج. دكتورة، وإحنا واضحة هذه هي الرسالة، وإحنا بنفتح استثماراتنا، وهذه هي الرسالة التي يجب أن نعيها، أبواب الاستثمار للداخل. يجب أن يكون لدينا استراتيجية للاستثمار. أنا الحقيقة لا أعرف الخريطة، ولكن أطالب بأن يكون هناك في هذه المرحلة الانتقالية التي نريد أن نحل بها مشاكل من خلال الانفتاح على العالم، ونريد أن نحل مشاكلنا الداخلية، أن يكون لنا أمرين: رؤية استراتيجية للعملية التنموية، كيف نحل مشاكلنا في الداخل الاقتصادية، وما هو نمط علاقتنا بالخارج اقتصاديا، وأن يكون لدينا فعلا ونحن نفتح. يعني أنا عايزة لهجة البحث عن الاستثمار من الخارج لا تكون بنفس الزخم وبنفس القدر الذي كانت عليه وقت النظام السابق. النظام السابق كان يقول ماذا؟ يقول الاستثمارات كانت كذا وكذا وكذا، ولكن أين عائدها؟ لمن ذهبت؟ وبالتالي بعد الثورة انخفضت الاستثمارات الخارجية إلى النصف أو أقل. فنحن نريد أن نسترجعها، ولكن هل نريد أن نسترجعها بنفس نمط توزيعها وتوظيفها في الداخل المصري؟ هذا ما يجب أن نقف عنده لنضع استراتيجية يعني للاستثمار. أسئلة غاية في الأهمية. أنا أعتقد في نهاية الحلقة 10 دقائق لن ترد في يوم أو ليلة باشمهندس سامع عن مسألة الهوية الاقتصادية، لأن البعض يقول أننا لا نرى فرقا بين الهوية الاقتصادية لنظام الرئيس مرسي عما كان قبل ثورة 25 من يناير. دعونا نتحدث عنها في آخر حلقة، لكن دعونا ننتقل إلى ملف آخر وهو ملف زيارة الرئيس مرسي. الاستثمار المرتقب في مصر مما لا شك فيه لن يكون مقترنا بالفساد الذي كان مقترنا من قبل. هذا أمر نتمنى يجب ذلك. نتمنى هذا، ولكن خطة توظيفه كيف؟ وفق أي رؤية؟ وعدالة توزيعه أثاره. يعني الاستثمارات التي كانت صبت في عافية أو خدمة شريحة محدودة ولم تصب في عافية الاقتصاد المصري كله، كيف نستطيع تعبئة مواردنا الداخلية من ناحية وتعبئة استثمار خارجي من ناحية يحقق مصالح كل الأطراف، مصالح أصحاب رأس المال ومصالح أصحاب ولكن في نفس الوقت يصب في شكل عدالة اجتماعية. حضرتك يا دكتور، حضرتك كثير أسئلة محتاجة حلقات كثيرة، لكن دعيني أذهب إلى المهندس حاتم عزام. رئيس محمد مرسي بعد 30 سنة من القطيعة بين مصر وإيران يذهب إلى إيران، دلالة ذلك أنت كسياسي باشمهندس حاتم؟ الحقيقة أنا دايما يعني من بعد الثورة ويمكن تحدثنا عندنا في وقتها في حزب الحضارة فترة طويلة في أهمية عودة العلاقات المصرية الإيرانية. احنا بنرى أن العداء مع إيران كقوة إقليمية، ولازم نعترف أن إيران أدارت مسألة نهضتها الداخلية بغض النظر عن اختلافها السياسي والعلاقة مع إيران لا يجب أن تأخذ منحى العلاقة المذهب الطائفي.
أعتقد ده ما أراد أن يوظفه الولايات المتحدة والغرب من مصر وإيران أكثر من فليس من واجبنا أن نعطي الوقود لمثل هذه الدعوة. وأعتقد أن إيران كقوة إقليمية استطاعت أن تدير ملفها النووي باقتدار. إيران عندها صناعة وعندها استثمارات. إيران في محاولة للحصار حوالي. أنا أعتقد أن العلاقات أما تنمو مع إيران هيعطي ده لمصر دفعة اقتصادية قوية جدا، هيعطي لمصر دور إقليمي قوي جدا في السياسة الخارجية. وبالتالي الحقيقة أنا يعني سعدت تماما بقبول الرئيس مرسي السفر إيران، وسعدت أكثر بخطابه ومستوى خطابه السياسي في إيران الذي أشعرني بالعزة والكرامة، ليست على مستوى الشعارات ولكن على مستوى رئيس منتخب خادم للشعب ده ويمثل الوطن في محفل كهذا بخطاب كهذا. الرئيس أشار في حديثه في إيران وهي أكبر قوة داعمة للنظام السوري، ونزع شرعية أو الغطاء عن شرعية النظام السوري وأصفاه بالنظام الذي يقتل شعبه، ودعا لتوحيد صفوف المعارضة، فلم يمنعه ذهابه لإيران أن يأخذ أن يعلن عن موقفه بصراحة وضوح، هذا صورة ثورية. الرئيس مرسي في خطابه تكلم عن ديمقراطيات الشعوب والديمقراطية العالمية، ودعا إلى توسعة العضوية في مجلس الأمن، ودي الحقيقة نقطة تحديداً إفريقيا، مقعد دائم لإفريقيا. وهنا هو اتكلم على فكرة الديمقراطية، الحقيقة كان خطاب سياسي موفق جدا. الخطاب الثالث أو النقطة الثالثة في خطاب الرئيس مرسي الحقيقة في إيران التي أعجبتني كثيرا هو فكرة طرح أن تكون إيران جزء من معادلة الحل في سوريا بدل ما تكون طرف نقيض في المشكلة، من خلال المبادرة الرباعية اللي أشرت إليها الدكتورة نادية واللي أعلنها الرئيس مرسي في مكة في المؤتمر الإسلامي. فأنا الحقيقة شايف أن المحور الشرقي، أنا كنت بقول مصر تغرد شرقا، ومصر تغرد شرقا ليست لتصنع لا لتصنع محورا جديدا شرقي أمام محور غربي، ولكن لتعيد التوازن ولتعطي مصر مساحة أكبر على المستوى السياسة الخارجية في لعب دور يليق بإمكاناتها ومكانتها. شو سمع زيارة السبع ساعات إذا صح التعبير؟ سبعة ولا أربعة؟ لا يعني على الأقل ما قرأت أنا أن هي دخلت حوالي سبع ساعات، انتهت بلقاء يعني مغلق بين رئيس مرسي وأحمدي نجاد رئيس إيران 45 دقيقة تحديدا. نعم. كما قيل، ماذا تعني هذه الزيارة ودلالتها لرئيس له خلفية إسلامية وخلفية إخوانية؟ البعض قال أنه ذهب ولم يذهب أيضا بسبب هذا الخطاب الذي رأه البعض حاد وأوقع إيران في مأزق. ما دكتور باشمهندس تفضل. الحقيقة دعني أقول في الأول أن إحنا علينا أن نثق في مصر في القيادة السياسية، وأن نعرف أن هناك تحول في صنع القرارات، يعني من قرار الذهاب إلى ترتيب البرنامج النهاردة في فريق استشاري، في مشاركة مجتمعية، في مشاركة لخبراء ومحللين ومتخصصين، في دور بتقوم به الخارجية كان قبل كده مش بتقوم به بكفاءة ولا بالدور الكامل لتدخل بعض جهات أخرى فيه. فعلينا أن نعرف أن نحن لسنا في زمن توجيهات السيد الرئيس وتعليمات السيد الرئيس ومقترحات السيد الرئيس منفردا، هذا اللي يعني نحن ليس أمامنا رئيس يحمل فكر وخطة ومشروع. هذه نقطة هامة جدا حتى يعني يدرك المشاهد أو المستمع والمواطن العربي في كل مكان هذه الخطوات في هذه الاتجاهات وهذه الزيارة ذات السبع ساعات أو الأربع ساعات أهميتها ودلالتها كيف تم اتخاذ القرار فيها. أنا أعتقد أن قبول هذه الزيارة ابتداء ودور الذي ستقوم به مجموعة دول عدم الانحياز في ظل التحولات العالمية الهائلة التي تحدث الآن هو دور هام ورئيسي، وسيعاد ميلاد دور دول عدم الانحياز في تشكيل هذا النظام العالمي الجديد. أنا أعتقد أن إحنا قد تأخرنا كثيراً في علاقاتنا الخارجية، وبدأت بدول الجوار حتى في دول حوض النيل وشفنا أثرها البالغ علينا. أنا أعتقد أن السيد الرئيس محمد مرسي حينما أخذ هذا القرار كان يريد أن يصحح ويعيد الميزان للسياسة الخارجية المصرية برسالة قوية واضحة
وتأكيد أن مصر مفتوحة أمام الجميع. سياستنا غير مؤدلجة، سياستنا قائمة على تحقيق المصالح داخل منظومة قيم وأخلاق حضارية دون التخلي عن الثوابت الوطنية لتحقيق متطلبات الثورة المصرية. اسمح لي كرجل أعمال، ألا تؤثر زيارة مرسي بشكل أو بآخر لإيران وهذا التقارب لعله يكون تقارب يعني في القريب القادم على الاستثمارات الخليجية في مصر؟ العالم الآن يعني لسه المثال ضربه الباشمهندس حاتم، وأنا قلت لك مجرد التوجه نحو الشرق، وفد كبير من رجال الأعمال الأمريكيين جم، مساعدات مالية مضاعفة. العالم الآن ينظر الأمور بصورة ليست بهذه السطحية، ينظر إلى مصالحه الاقتصادية، المشتركات الاستراتيجية، الوضع المستقبلي أسرع في العالم كله الآن على الطاقة، على النفط وعلى الأسواق. الانهيار الذي يحدث في الدول الكبرى حلوا هي دولنا، نحن نمثل السوق والمواد الخام. حضرتك لما جيت ذكرت عودة لنقطة مرتبطة بهذه الزيارة لإيران وأثرها علينا، لأن العالم النهارده يقيم علاقاته وفقا لمصالح، نحن نريد أن ندخل منظومة القيم والأخلاق مع هذه المصالح. هذا هو الجديد في المشروع الإسلامي كله، هو تطريز القيم والأخلاق بمنظومة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ال- 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 الاستثمارات الصينية، حضرتك قلت احنا نذهب إلى الخارج قبل أن نتم الداخل، هي الحل. النهاردة عقدت صفقات علشان نعمل مشروعات للطاقة الشمسية، هم هيدوك التمويل، هم هيدوك التكنولوجيا، هم هيقول لك جزء مشكلة الطاقة، هل هناك تنمية بغير الطاقة؟ بس الوضع يا باشمهندس فيما يخص إيران مختلف الحقيقة، لأن في مجموعة من الدول هي الدول الخليجية لديها حساسية شديدة في تقارب مصر إيران. الدول الخليجية أكثر دول بيع علاقات تجارية ومن الإمارات مع إيران، والولايات المتحدة الأمريكية تربطها علاقات بإيران. اسمح لي باشمهندس، بس أنا هقول عليك حاجة برضه، ماذا فعلت الدول الخليجية منذ الثورة مع مصر حتى الآن؟ لا شيء. وإلى متى سننتظر؟ فأنا بقول لحضرتك على العكس، أنا متوقع العكس. هذه الخطوة ستثير شهية كثير من الدول، ستعيد التوازن في العلاقات التوازن مرة أخرى، وهتخلي كل الأطراف تراجع نفسها وتشوف تقول أنا. وبعدين الرئيس مرسي لما راح السعودية، أنا آسف خدت محرك الحديث يا فندم، قال احنا اتكلم كويس جدا في ان السعودية هي معقل الإسلام السني، ويمكن أنا كنت شخصيا معترض على هذا التعبير، لان كان يعني نحولها الى مساله يعني عقائديه. لم يصب الرئيس في هذا ان هو يتكلم بهذا الشكل على الكتاب. لكن انا قصدي اقول ان هو راح السعوديه قبل ما يروح ايران، والنهارده في خطاب جامعه القاهره قال ان احنا لن نصدر الثوره، الكلام ده كان الخليج عند تسليم السلطه، عند تسليم السلطه 30 يونيو. فاعطى هذه الرسائل ولم يتحرك دول الخليج. نحن نرحب باستثمارات الدول يعني الخليج. كانك تقول، وده سؤالي للدكتوره ناديه، انه ذهب الى ايران دكتوره ناديه، وعيني يعني وعين الدكتور مرسي على الخليج، لانه تحدث على ان امن بشكل او باخر امن الخليج بالنسبه له كان خط احمر، تحدث بشكل عام عن الدخول تحت مظله اتفاقيه عدم انتشار الاسلحه النوويه بشكل او باخر، ايضا انتقد نقد شديد جدا للنظام السوري وافقده كما على حد تعبير المهندس حاتم عزام شرعيته. يعني هو رايح ايران وعينه على الخليج، مش قادر ينسى علاقاته الاقتصاديه هو انا عايز اقول ان الاذهاب الى طهران هو ذهاب الى قمه عدم الانحياز اولا، خلينا نبقى الامور محدده. عايز اقول اربع امور في الحكايه دي. قرار الذهاب الى ايران أخذ وقتا، وكما قال باشمهندس أسامة لم نعد في عصر اتخاذ القرار دون أن نعرف الخلفيات. حصل نقاش كبير على هذا القرار منذ أن وجه الرئيس أحمدي نجاد الدعوة للرئيس مرسي أن يحضر قمة عدم الانحياز، هل سيحضر أم لا يحضر، هل سينيب يعني حد عالي المستوى فتكون هذه أول مرة أيضا. فقرار في حد ذاته وأنه أخذ على هذا النحو وتحط مزايا ومساوئ أو أسماء ثمن وتكلفة أو مكاسب وتكلفة الزيارة في حد ذاتها لطهران بمناسبة قمة عدم الانحياز، هذا أمر جيد في حد ذاته، مثلما يحدث من نقاشات حول قرارات خاصة بالسياسة الخارجية الأخرى. هذا أمر. الأمر الثاني، أنا أعتقد أن الذهاب إلى طهران بمناسبة قمة عدم الانحياز يجب أن يكون بالنسبة لمصر أول خطوة في تفكيك مفهوم العداء خيار استراتيجي لإيران. صحيح. كما يجب أن يكون كل ما يحدث في سيناء وفي الكلام مع إسرائيل الآن بداية لتفكيك مفهوم السلام كخيار استراتيجي مع إسرائيل.
فهذا يعني أن تعود العلاقات المصرية الإيرانية إلى طبيعتها ها يحتاج إلى وقت ولا يحتاج إلى قرارات سريعة. خلاص مصر ستعيد العلاقات ليس خوفا من أحد أو من أحد، ولكن لبيان أن عودة هذه العلاقات لها حسابات لصالح المنطقة كلها وليس لصالح مصر فقط. مصر تتحرك الآن ليس لمصالحها فقط ولكن لمصالح المنطقة كلها. كيف يكون هذا مدخلا في حل الأزمة السورية؟ كيف يكون هذا مدخلا للحفاظ على أو تهدئة مخاوف الخليج من التدخل الإيراني في الخليج ومن القوة النووية الإيرانية إذا أخذت بعدها العسكري؟ يعني الأمور ليست كيف يكون هذا. بس احنا دكتوره في قدرتنا احداث هذا التوازن بين في علاقتنا مع الخليج والحفاظ عليها هذا ما يجب بشكل ان يكون متين وفي نفس الوقت اعاده العلاقات مع ايران. هذا ما يجب ان يكون هذا ما يجب ان يكون، وخاصه ان نحن لا نريد من الخليج ان يتصدق على مصر. نحن نريد من الخليج تعاونا على قدم المساواة وعلى قدم الـ 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 الإحساس بأن ما يتحقق لمصالح الخليج يتحقق لمصالح. لكن في نفس الوقت لغة المصالح تقول أن الخليج يعني أولى، يعني يأتي في المرتبة الأولى في مسألة العلاقات قبل إيران. البعض يعني إذا تحدثنا بلغة المصالح. أنا ليه ملحوظتين أخيرتين حول الخطاب بس عشان لا طبعا هنيجي للخطاب يا دكتور. اتفضل يا باشمهندس أسامة، وهي مسألة الأولوية. نعم حضرتك ذكرت قلت لي دليلي على أمثلة تصفير الصدام. هي الدكتورة أشارت إلى تصفير الصدام في الأمثلة التي أعطتها. أنا عايز أقول الدكتور مرسي حينما ذهب إلى إيران هناك ثوابت وطنية لم يتخلى على أي منها، وهناك حقوق مشروعة للشعوب هذه المنطقة نادى بها. فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، الوكالة الدولية للطاقة وهي مؤسسة دولية عالمية حسب لوائحها وقوانينها دورها إنها توفر الدعم الفني والتمويل للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. هذه نقطة يجب أن تكون واضحة وهذا حق لكل الناس. أما المغالاة في الخوف من امتلاك إيران لقدرات نووية وجنبنا إسرائيل عندها 300 رأس نووي، إحنا بنتجه إلى نزع، ورئيس تحدث عن هذا أيضا، بتكون هذه المنطقة منطقة خالية من السلاح النووي لكن ليست من التطبيقات السلمية للطاقة النووية. الأمر الثاني القضية الفلسطينية، هذه ثوابت ودور تقوم نحن نقول فرضوا التاريخ والواقع أن تقوم به مصر تبنيها مثل هذه القضايا لا توجد فيها أيضا مزايدات. الأمر الثالث والهام جدا المبالغة في المخاوف من هذا التقارب الإيراني على حساب العلاقات بين الخليج. أنا أعتقد أن هذه القيادة السياسية التي استطاعت أن تجري تحول حقيقي في النظام المصري بالتغيرات اللي طرأت في بإقالة السيد المشير ورئيس الأركان، المتابع في كل الصحف العالمية والصحف المحلية أدرك تماما أن هذه القرارات تدل على وعي وإدراك كامل وقدرة على تنفيذ قرارات صعبة جدا بل تبلغ حد الاستحالة كانت عند ناس. والتجارب اللي كانت عندنا زي التجربة التركية في علاقتكم مع العسكر يمكن أخذت 4-8 سنوات عبال ما حلوها. المؤسسة الرئاسية والقيادة السياسية التي تستطيع أن تأخذ مثل هذه القرارات لا أعتقد أن تتفلت منها مسألة ضبط الموازين وتحقيق المصالح في العلاقات الإقليمية خاصة مع الخليج. أو عايز أقول حاجة نقطة أخيرة أنا قلتها في بداية كلامي، إحنا مطلوب الآن توليد رؤية استراتيجية إقليمية جديدة وعقيدة جديدة تناسب هذا التغيير الذي يحدث في العالم كله والذي بدأه الربيع العربي ووضع خط جديد لتنظيم العلاقة بين الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية. الجديد فيها أن مصر ستكون لاعب التي باختفائها ظهر بقوة الدور التركي والدور الإيراني ونفوذهم في المنطقة. لن يحدث التوازن في منطقة الشرق الأوسط كلها دون قيام مصر، ومصر قادرة على هذا القيام وإحنا عندنا ثقة بهذه القيادة السياسية التي استفادت بكل مدخلات المجتمع المدني وقطاع الأعمال والمتخصصين وأصبحت تشتغل بشكل مؤسسي
أن سيكون هناك تحول متوازن في المشروع. تعليق قبل أن نذهب لمسألة الخطاب استكمالا للي قاله باشمهندس وانا وكان قطع كلامي, أن أيضا تفكيك العداء مع إيران, هذا العداء اللي فرض علينا فرضا لمدة أكثر من وكان مجسدا في موقف متعنت من الرئاسة المصرية السابقة تجاه إيران, أيضا فيه رسالة إلى إيران نفسها أننا لسنا مع أي ضربة توجه إلى إيران بسبب برنامجها النووي. صحيح. يجب أن يكون هذا واضحا, وأننا أي أمر آخر استكمالا للي قاله المهندس أسامة, نريد أن يكون هناك توازن إقليمي جديد بين القوى الأساسية في المنطقة, تركيا إيران. صحيح. السعودية مصر, لإدارة أزمات المنطقة على بما يقلل من تدخل الأطراف الخارجية وفي إطار المشروع الإسرائيلي الذي لا يريد لهذا التنسيق أن يتحقق. وبالتالي هي الحركة المصرية تجاه قبول الدعوة لطهران كما قلت لها, أو يجب أن يبنى عليها بعد هذا على جميع هذه المستويات, هذه رؤية استراتيجية لما يجب أن يكون عليه منظومة الإيه؟ الأمن الإقليمي الجديد الذي تلعب فيه مصر دورا أساسيا إلى جانب أركان هذا الأمن الأخرى في مواجهة التدخلات الخارجية السياسية والاقتصادية والعسكرية ضد استقرار هذا الإقليم وضد مصالح شعوبه. هذا بس ما كنت أريد أن أكمله. أنا هعود طبعا لحضرتك فيما يخص الخطاب وملاحظاتك على خطاب الدكتور مرسي في قمة عدم الإلحاح في طهران. لكن إحدى وسائل الإعلام الإيرانية رأت من وجهة نظرها أن مصر تحولت من محور الاعتدال إلى محور الممانعة بزيارة الدكتور مرسي إلى طهران. تقييمك لهذا الطرح؟ أنا أجده يعني لو بعض الوكالات حصرت أعتقد أن هذا طرح يعني ينقصه الكثير من العمق في التحليل. ولكن خليني هنا أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا بمناسبة موضوع ثنائية إيران والخليج أو ثنائية الصين وأمريكا. قوة السياسة الخارجية في عصر العولمة هي أن تصنع مواقفا ليست على فلسفة either or أو إما معي أو ضد. وبالتالي يعني أصل ده حاجة سهلة, يعني أي إنسان بيعمل سياسة خارجية, والدكتورة نادية تصلح لنا, يعني سهل جدا أنا بعده وبعادي ده. ولكن في ظل عصر العولمة والمجتمع الدولي الآن الدول تبحث عن فضاءات. فنجد أوروبا عملت مشروع الاتحاد الأوروبي, دول أمريكا الجنوبية عملت كيان وفضاء خاص بيها. أنا أعتقد أن الأوان لمصر أن تبحث عن فضاء. أنا أعتقد أنه فضاء دول إسلامية, إيران قوة عظمى, إيران قوة من قوة العظمى في المنطقة, أعتقد يقوم على أساس المصالح لا الشعارات ولا الايديولوجيات. بمعنى انا لا اعقد مصلحه مع ايران لانها لكونها دوله اسلاميه فقط, لا انا بعقد بكون هذا الفضاء الاسلامي لان ده امتداد طبيعي لثقافتي وروابط اللي بيني وبين احنا عندنا حاجه اسمها منظمه المؤتمر الاسلامي. انا بحلم ان الاقي مثل هذه الفضاءات, الفضاء العربي وهو جزء من هذا الفضاء الاكبر, وبالتالي الفضاء الافريقي وهو وكانت زياره الرئيس الاثيوبي. وبالتالي قدرة كبر الدولة وقدرة تأثيرها ونفوذها النهاردة هو بقدرتها على صناعة هكذا فضاءات وأن تكون فاعلة فيه, وليست بفكرة either or أو أنت معي أو ضد. دي نقطة. النقطة الثانية, أنا أعتقد أن من الأولويات السياسية للسياسة الخارجية الفترة الجاية التوجه ناحية دول البريكس أو اللي هي دول الإمرجنج ماركت أو الاقتصادات النامية زي الصين, زي البرازيل, الهند, جنوب افريقيا, و انا مش فاكر الدوله الرابعه. هذه الدول حصل فيها تحولات زي البرازيل ودول جنوب امريكا الجنوبيه, تحولات اشبه باللي بيحصل في مصر. عندها تحول سياسي نتيجه الثورات او حكم عسكري ظل فترات طويله ثم حكم مدني بعد كده. دول تعاني من معدلات دخل قليله. فانا اعتقد مصر بدخولها برضه في فضاء كهذا ستستفيد جدا من خبرات اقتصاديه ولكن الثنائيه في السياسه الخارجيه واللجوء دايما ليها, يعني انا من وجهه نظري ضعف
للقوى الناعمه وليست وقوة لها. ويجب ان نعلق علاقتنا بالخليج اللي احنا بنشوفها علاقه مهمه جدا واستراتيجيه بان علاقتنا تبقى جدا مع ايران. ملاحظات الدكتورة نادية مصطفى على خطاب الدكتور مرسي في طهران أمام قمة دول عدم الانحياز. الحقيقة أنا بعتبره يعني الخطاب الذي يعني أوصل خطاب الرئيس مرسي عبر القمم المتوالية إلى الكشف عما نريده لمصر مستقبلا في مجال السياسة الخارجية. مقدمة هذا الخطاب مهمة جدا لأنه سكن السياسة الخارجية المصرية في نطاق دور عالمي إنساني له، يعني ابتداء من نقد النظام العالمي القائم. النظام العالمي القائم الذي يمر بتغيرات كثيرة، سواء في كونه نظام رأسمالي عالمي بيواجه أزمة، في هيكل قيادته، أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود أو كانت تقود تدخل هي أيضا في أزمة قيادة، أو منظومة قيم هذا النظام العالمي، منظومة قيم هذا النظام العالمي الرأسمالي القائم. بس اسمحي لي، ألا تعتقد أن البعض ممكن يعتبر لغة الخطاب دي لغة شعبوية؟ يعني ما يعني استخدمها مثلا الرئيس الفنزويلي بشكل كبير ولم تؤتي ثمارها؟ يعني خليني لا خليني اكمل كلامي. انه هذا منطلق في الذهن، ولكن انا بنظر الى هذا الخطاب للرئيس مرسي امرين. هو خطاب لرئيس مصري منتخب من مرجعيه اسلاميه، ها، وان كان رئيسا لكل المصريين، ولكن له مرجعيته وله خبرته وله فكره لا يمكن أن يعني سيتخلص منه مرة واحدة، وأمام قمة لدول عدم الانحياز، يعني وليس أمام أي قمة لدول عدم الانحياز. تأسست هذه القمة كجزء من رفض طبيعة النظام الدولي القائم في الستينات ومحاولة تغييره. فالستينات غير السبعينات غير التسعينات غير دلوقتي بالنسبة لحركة عدم الانحياز، خلينا نتكلم. لكن ما يحدث الآن هو أن النظام العالمي يمر بأزمة ثلاثية الأبعاد. العالم الذي عانى من النظام الرأسمالي العالمي وقواه هو اللي مجمع فيه إيه؟ دول عدم الانحياز، بعضه إفريقي وبعضه أسيوي، بعضه بيدخل في الدائرة الحضارية الإسلامية وبعضه بيدخل في الدائرة الحضارية الكونفوشوسية أو البوذية أو الإفريقية، أو يعني حركة دول عدم الانحياز تضم دوائر حضارية متعددة، منها الدائرة الحضارية الإسلامية متعاونة مع دوائر أخرى لمقاومة النظام العالمي اللي أضر يعني بكل هذه الحضارات. الحركة بعض يراها ليست لها تأثير فاعل الحقيقة يعني أوصلك للنقطة الثالثة. نأمل أن يكون الخطاب الذي قيل ليس خطابا فقط لتطمينات أو لمناسبات، ولكن يعكس وعيا أنه آن الأوان لكل هذه الدوائر الحضارية وهذه القوة أن تتحرك من أجل تغيير النظام العالمي. الباشمهندس حاتم اتكلم على كلمة الديمقراطية العالمية. الغرب الآن بدوائره المختلفة التي تنقض النظام الرأسمالي من داخله تتحدث عن الديمقراطية العالمية. الدكتور مرسي اتكلم على حاجة تانية، العدالة العالمية وليس الديمقراطية، اتكلم على الإنسانية وليس مجرد حقوق الإنسان. أنا أتمنى أن تكون هذه الكلمات في بداية هذا الخطاب معبرة فعلا عن قناعات ومدركات حقيقية نستطيع مصر الثورة. أنا بكلمش قد تستخدم مثل هذه العبارات. اسمح لي يا دكتورة، لأن حضرتك قلت حاجة مهمة في نفس السياق بعد إذنك. كيف نتأكد من ذلك؟ أن هي مش مسألة مجرد كلام في مكان ما وسينتهي. لا يا سيدي، في فرق ما بين خطة عمل وخريطة. في فرق ما بين الخطاب، أو الخطاب يكون له رسائل وله دلالات وهو في مكان من رئيس في قمة رسمية، ونأمل كما قلت لأن احنا بقالنا شهرين نأمل أن يترجم هذا إلى خطة عمل حقيقية. لأني أنا أتصور أن مصر الثورة مع رئيس منتخب من في ظل صعود إسلامي في المنطقة كلها، يجب أن يعي الجميع أن هذا الصعود من أجل إحداث تغيير في مصر وفي الدائرة العربية وفي الدائرة الإسلامية للأفضل، من أجل عدالة عالمية، من أجل إنسانية. يعني إحنا لازم فأنا ببص للخطاب من هذه الناحية. في جزءه الأول أتمنى أنه
يكون تدشينا لهذه الرؤية أو هذا المكون من رؤية السياسة الخارجية المصرية، أنها تريد أن تساعد أو تكون عاملا مساعدا مع غيرها في إحداث التغيير العالمي المنشود من أجل أن يصبح العالم أكثر ديمقراطية وأكثر إنسانية، وهذا يتطلب آليات وأدوات مختلفة. وبالتالي بصل إلى الملاحظة الثانية حول هذا الخطاب، يمكن حضراتكم أشرتم إلى القضايا التي تناولها الرئيس مرسي، فيها مؤشرات تبين على أمرين: زيادة جرعة الانتقاد لإسرائيل مقارنة بخطابات سابقة في مثل هذه المناسبات، وبروز ما أسميه البعد القيمي الحضاري في خطاب رئيس مصري في محفل دولي في مناسبتين، لما أتكلم على التغيير من أجل الإنسانية، ولما أتكلم على حتة الحقيقة أثارت بعض الانتقادات أنا مش فاهمة ليه، أنه قال أن واجب مصر تجاه الشعب السوري واجبا أخلاقيا وضرورة سياسية. يعني هو سبق، ودي كلمة أنا بحط تحتها 100 خط لأنها أثارت تعليقات من البعض تهكما، هو كما أثارت بدايته لخطابه بالبسملة وبالدعاء وبعض قال أننا في محفل سياسي والإشارة إلى بعض تناول هذا الأمر كما لو كان تهكما وكما لو كان ليس هناك علاقة بين القيم والسياسة. لا، يجب أن منذ هذه الآونة أن نعرف كيف نستطيع أن نجعل القيم تحقق مصالح والمصالح تصبح قيما. فلما أقول واجبنا تجاه الشعب السوري واجب أخلاقي، هذا يحدث منذ بداية الثورة من جانب الشعب المصري تجاه الشعب السوري في مساندته، بحيث يجب أن يكون لدينا أرقام واضحة عن قدر المساعدة التي تقدم بها الشعب المصري للشعب السوري. صحيح المستوى الرسمي طول قبل مجيء حتى الرئيس مرسي لم يكن يرقى إلى هذه المسؤولية، لم نكن نجد من المجلس العسكري أي كلام في هذا الأمر. بالمناسبة دكتورة، الخطاب وسياقه، هل تشعرين أنه خطاب فردي أم خطاب مؤسسة؟ يعني وراء مؤسسة بتعمل على الرغم من كانت الهيئة الاستشارية لم يعني يعقد لها جلسات. هقول لحضرتك حاجة، يمكن حضرتك كنت بتتكلم بتقول الدكتور مرسي أشار للعقوبات على كوبا. لا، دكتور مرسي اصل البعض قال ايه، اشار للدور الكوبي في منظمه عدم البعض قال انه اشار الى العقوبات على كوبا ولم يشر الى العقوبات على ايران. لا، هو اشار الى كوبا في الجزء الاخير من خطابه حين كان يقرا التقرير عن أنشطة الحركة خلال الثلاثة أعوام الماضية، فقال أن من أحد هذه الأنشطة في الجمعية العامة أنهم أدانوا العقوبات على كوبا. خطاب فردي أم مؤسسي؟ خطاب أنا أعتقد أنه مؤسسي. الجزء الأول منه ربما يكون فيه بصمة الدكتور مرسي أكتر، بصمة الشخصية له. هذا ما قرأت الحقيقة أنه ما زال بيكتب جزء كبير من خطاباته. الجزء يعني. في جزء أخير منه اللي بيتكلم على أنشطة الحركة، أعتقد أنه يكون مؤسسي وربما يكون بمساعدة. أنا شعر أن الباشمهندس عنده معلومة لا أنا ما عنديش معلومات الحقيقة. يعني هو خطأ يعني طبعا طبعا يعني في مثل هذه الخطابات عموما بتتدخل الخارجية في جزء، مؤسسة الرئاسة بجزء، المؤسسات الأمنية بجزء، ولا يمكن في خطاب في محفل التزاماته رسمي زي ده لن تكون فيه كلمة غير محسوبة. أنا تسمحني بملاحظتين سريعة جدا. الدكتورة نادية بتقول أن الدكتور مرسي جاء من خلفية إسلامية وعلى أن يتخلص هتاخد وقت، هو ليس مطلوب منه ان يتخلص. لا، ما قلتش هيتخلص في وقت. يعني لا 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 معلش، لا يعني معلش انا بس انا خلاص يبقى معلش يعني هو هذا هو الدين الاسلامي، وبيطلب منه ان يكون رئيسا لكل المصريين، وهذا لا يعني على الاطلاق ان يتخلى عن مرجعيته وعن تكوينه. خلاص هو ليس اتهام، هو تعليق كان يجب ان نقف عنده لانه هام. الامر الثاني انما نقول الالتزام السياسي وليس مطلوبا الأخلاقي، الالتزام الأخلاقي حتى يعني معروف عن ابن القيم تلميذ ابن تيمية يقول الدين هو الخلق، وما زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. فكلمة الالتزام الأخلاقي دي ما هياش كلمة كده يعني ناخدها بسطحية، هي كلمة لها دلالاتها أيضا القوية في أمة عربية إسلامية عددها أكتر من 1.5 مليار. الأمر الآخر فيما يتعلق بهذا الخطاب
وتوجهاته ورسائله ومن كتبه. أنا أعتقد إن في الآخر الدكتور محمد مرسي يمثل كل المصريين، بل أكثر من هذا، دور مصر التاريخي بيمثل لها ريادة في المنطقة العربية، وليس هذه مسألة يعني لمصر فيها كان اختيار، يعني فرضتها التاريخ، فرضتها الظروف، فرضها الواقع. حينما تكون مصر قوية تكون الأمة العربية كلها قوية. أنا أعتقد أهم ما في هذه الرسائل أن الرسالة ليست موجهة فقط لشعوب الدول العربية والإسلامية، أنا أعتقد هذه رسالة للعالم كله. قمة عدم الانحياز للعالم كله. شوف حاتم، البعض يرى أن يعني نتعامل مع الرئيس بالقطع، له خطاب هنا جيد، له زيارة جيدة، لكن البعض يفتقد رؤية سياسية واضحة المعالم حتى هذه اللحظة بعد مرور شهرين من تنصيب الرئيس مرسي رئيسا للجمهورية. هل تتفق مع هذا؟ ما فيش رؤية سياسية تحديدا خارجية، أنا بتكلم يعني بتكلم عن الملف الخارجي. يعني هل تقصد ان الرئيس مرسي ما عندوش رؤية سياسية؟ لا، مش ما عندوش، مش واضحة المعالم حتى هذه اللحظة. لا نستطيع ان نمسك برؤية واضحة المعالم ومحددة، لكن بنمسك بمواقف للرئيس وخطابات له. صحيح. شوف انا هقول لك حاجة، اولا انا يعني وانا يعني من مؤيدين الدكتور مرسي من المرحلة الثانية، وكلنا دور في الجبهة الوطنية بشكل واضح وبندعمه حتى الان بشكل واضح، وانا شخصيا شايف ان ادائه في الشهرين اللي فاتوا دول في ازدياد، وابتدى يكسب شرعيه في الشارع ممن لم ينتخبوه. يعني اعتقد لو عملنا، احنا ما عندناش للاسف بس استطلاعات للراي العام دقيقه، لكن انا النهارده وانا جاي مع سواق التاكسي ولا مع الحلاق ولا مع اي حد، الراجل ناس حاسه ان الرئيس ده بيبذل مجهود، فانا شايف ان شعبيته في ازدياد. ولكن انا ما اقدرش اقول لحضرتك ان هناك رؤيه واضحه المعالم مصاغه فيما يخص السياسه الخارجيه، حتى ان نكون اكثر تحديدا فيما يخص السياسه الخارجيه، ولكن يعني عارفها الناس، تعرفها الناس يعني هناك سياسه خارجيه داخل المؤسسه الرئيسيه، ليس بالضروره ان يعرفها كل الناس، وليس بالضروره ان يعني يطلع عليها الناس مرة واحدة. بس الحقيقة احنا في يعني بعد الثورة يجب ان تكون هناك رؤية يعرفها الناس، وإلا ما كانتش مقصودش بمعنى عزلها عن الناس، ولكن انا مهندس أسامة، انا لو بتكلم على شهرين بما فيهم الاحداث، انا بشوف ان الشهرين اللي فاتوا دول في الرئاسة كانت مليئة بالاحداث، بمعنى ان خطوة قرارات 12 اغسطس كانت هي الخطوة المسيطرة على العقلية الجمعية المصرية في المجتمع المصري، وكان كل اللي ينتظرها وكان يتوق اليها. وانا بقول لحضرتك، وانا واحد من الناس اللي كنت يعني بدعم دكتور مرسي بقوة وبوضوح، لان كان بيمثل بالنسبة لي خيار الثورة، كنت قلق جدا قبل هذه القرارات على شرعية وشعبية دكتور مرسي نفسه، ولكن هو فاجئنا وكان لي دلالة لهذه القرارات ان هو رئيس يستمع، رئيس يستمع الى الناس ويأخذ الكلام على محمل الجد، وهو عمل هذا الكلام بمفاجأة صار لنا كلنا. فأنا لا أريد أن أستبق الحكم في مثل هذا الأمر، لأن الشهرين أو شهرين ليست كافية للحكم على مثل هذا، ولكن أنا علي أن أنا أشوف مؤشرات إيجابية، ما ولا نبالغ في يعني أنا بقول لحضرتك وأنا هكذا مع دكتور مرسي، ولكن أنا ضد، أنا لا يعني غير متحمسا بالمرة لفكرة الاستقبالات الشعبية الكبيرة ولا المبالغة في تقديم الأمور، وإن كان حق كل دول في الاحتفاء برئيسهم وارد، يعني أقول بعبر عن رأيي الشخصي في هذا، ولكن من يريد أن يؤيد دكتور مرسي فليعمل. لأن دكتور مرسي بيقول مثلا، في مثل أمريكاني لطيف بيقول لك إيه، هي إز ريزنج ذا بار، هو بيرفع من سقف توقعاتنا كلنا دلوقتي بمثل هذه الخطابات القوية، وننتظر منه المزيد. وبالتالي اعتقد ان استحقاقات ترتيب البيت الداخلي ومؤسسات المدنيه المنتخبه وتحقيق الدستور المصري وعوده البرلمان لضوء التشريع واستقرار العمليه الديمقراطيه في مصر، هو ده، والعمل والانتاج هو ده اللي هيدي لمصر الدور الحقيقي اللي يبقى لمثل هذا الخطاب. نعم دكتوره، يعني دقيقتين، رؤية سياسية خارجية واضحة للدكتور محمد مرسي تحدد يعني كيف سيسير في سنوات حكمه المقبلة، هل تشعرين أنه توجد هذه الرؤية بالفعل؟ أم هي مواقف فردية من الدكتور؟ لا، مما لا شك فيه أنه لديه، ولكن سياق انتخاب الرئيس مرسي والسياق المصري الحالي السياسي يجعل أنه ليس هناك شيئا كاملا حتى الآن، لا في مجال
الإصلاح السياسي الداخلي ولا عملية التطهير ولا عملية القصاص ولا عملية، وفي مجال الرؤية الاقتصادية زي ما اتكلمنا، وفي مجال رؤية السياسة الخارجية. ليس هذا قصورا منه كشخص أو قصورا من ممن حوله، ولكن هذه طبيعة المرحلة. لماذا؟ لماذا؟ أو على الأقل عدم الإعلان عنها في هذه المرحلة. لماذا؟ جميعنا نعرف كيف كانت المعركة الانتخابية قاسية جدا على الرئيس محمد مرسي حين كنا على وشك أن تزيف النتائج ويعلن مرشحة. وكيف قاد الرئيس مرسي هذه المعركة بتحالفات مع جبهة وطنية ومع تعهدات والتزامات بين قوسين بأن يكون رئيسا لكل المصريين، يستمع للجميع ويصنع سياسات وفق الكونسنسس أو الرضاء العام مع الجميع. وهذا هو المطلوب من رئيس أو الرئيس منتخب بعد ثورة أن يفعل هذا، ولكنه يعمل كيف؟ خلينا نتكلم قبل حتى تكوين الفريق الرئاسي. ليس هناك دستور، ها؟ وكان هناك إعلان دستوري مكبل ثم انتهينا منه منذ 10 أيام أو 15 يوم. يطلب منه أن يبعد عن حزبه، يعني أنا ضد هذا تماما. بيطلب منه ألا يكون له علاقة بحزبه الذي رشحه والذي يمثل، وأنا لا أعرف في العالم كله رئيس يرشح حتى لو في مرحلة ثورة ويدخل في انتخابات بدون أن يكون له قاعدة حزبية. كونه أنه له قاعدة حزبية لا يعني أنه ينصر اتجاه حزبه على اتجاه بقية المصريين، فهذا أمر عليه ضغط بشأنه. طلب منه، وهذا ضروري ومهم جدا، أن يكون رئيسا بمؤسسة، أن يتحول من رئيس شخص إلى مؤسسة. وهذه عملية تستشارين ذلك يا دكتورة بصراحة؟ خليني أقول لحضرتك حاجة، هذه ليست عملية سهلة يا سيدي في بلد لم يكن فيها مؤسسات وليس بها مؤسسات حتى الآن. فعملية اختيار فريق من مجموعة متنوعة، عرض الأمر على كثيرين ورفضوا لأمور كثيرة، ولكن أن تختار فريقا لا يعني أن هناك مؤسسة حتى الآن، ولكن هناك أمل أن تبنى هذه المؤسسة وتمارس دورها حقيقة. نحن في مرحلة انتقالية داخل المرحلة الانتقالية، حتى يكون لدينا دستور، وحتى يصبح إلى جانب الرئيس برلمان، وحتى تصبح هناك ممارسة في ديمقراطية أو في أحسن صورة ممكنة في هذه المرحلة، فنقول للرئيس ما هي رؤيتك في كذا وكذا وكذا. دكتورة هدية دقيقة، يعني هذا الباشمهندس هوية السياسة الخارجية للدكتور محمد مرسي ما بين الفردية والعمل قطعة بقطعة وما بين المؤسسية في أقل من دقيقة باشمهندس؟ أنا أعتقد وأتصور أن مشروع الثورة كله قام من أجل مؤسسة العمل وعدم الانفراد والديكتاتورية. هذا أحد مكاسب ثورة 25 يناير، لن يفرد فيها الشعب، ومن المستبعد ألا تكون هذه رسالة واضحة في ظل القيادة الرئاسية. فمما لا دع مجالا للشك أننا في ظل تكوين مؤسسة رئاسية حقيقية فاعلة ستصل بمصر إلى بر الأمان. ليها كلمة للقوى الوطنية كلها. الآن القضية ليست حتى من هو الرئيس، القضية الآن أن نعمل في توافق وطني. مصر أمامها تحديات كبرى، علينا أن نتخلى وأن نرتفع إلى مستوى هذه التحديات الكبرى لتستقر مصر وننهض بها ونحظى بنتائج ثورة 25 يناير على أرض الواقع. يعني اسمحوا لي ان اختم بالدكتوره نادية. لا لسه ليه ملاحظه واحده لو تديني نص دقيقه. هويه الشعب وانتمائه الحضاري لابد ان تنعكس على سياسته الخارجيه. صحيح. وانا حين قلت ان الرئيس مرسي ذو مرجعيه اسلاميه، لان هذا الشعب وهذا المجتمع له هذه المرجعيه في اغلبيتي، مع احترامنا لما لأهل مصر من غير المسلمين، ولكنهم في نطاق
هذه المرجعيه كمرجعيه حضاريه وليس مرجعيه عقديه، وبالتالي لابد ان يكون لتوجه السياسه الخارجيه المصريه انفتاح اكثر على الدائره الحضاريه الاسلاميه والعربيه والعالميه والانسانيه. شكرا جزيلا دكتوره ناديه مصطفى استاذ العلوم السياسيه جامعه القاهره، والمهندس اسامه فريد عبد الخالق عضو لجنه التواصل بين رجال الاعمال ومؤسسه الرئاسه، واخيرا واسف لان انا ما قدرتش ادي لك دقيقه اخرى المهندس حاتم عزام عضو مجلس الشعب وامين لجنه الصناعه والطاقه بالمجلس سابقا. اشكركم شكرا جزيلا، كما اشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، في امان الله.